الصعبة اللي جهتنا مقارنة مع الجهات الأخرى. أخوتي أخواتي، إن هذه الدورة هي أول دورة عادية لسنة 2022، التي أرجو أن تكون سنة خير وعافية واستقرار على بلدنا وتقدم وبناء ونمو لجهتنا، وإن يرضى الله عنا هذا الوباء بقدرته. اللهم السنة الماضية تحققت فيها خطوة ملموسة على طريق لا مركزي بالنسبة للجهات، حيث اعتمدت الاستقلالية المالية عن وزارة الداخلية بإنشاء عنوان خاص بالمجالس الجهوية بالميزانية العامة للدولة والتي تديرها الجهات مباشرة. حصلت جهتنا في هذا الإطار على ميزانية للاستثمار لأول مرة، مكنتها كذلك من إنجاز البرنامج الذي صادقتم عليه مع التأخر الملحوظ في الحصول على الاعتمادات في الوقت المناسب، والذي سنتناوله بالتفصيل خلال مداولاتنا إن شاء الله. قبل أن أختتم كلمتي، أخبركم أن الأعمال المتعلقة بالاستراتيجية الجهوية للتنمية متقدمة، ونتابعها يوم بيوم، راجين أن تختتم بتنظيم طاولة مستديرة لتمويلها كما أعلن الوزير الأول يوم أمس أمام الجمعية الوطنية، والله ولي التوفيق. وبالأخير أعلن افتتاح الدورة الأولى لسنة 2022، راجيا لأعمالكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.